ممكن تغريب باشا في النادي وانا معرفش. بس يا واد ازاي حضرتك يا طنط؟ حبيبتي الله الله حتى ريم فجله بقت تقول يا طنط. يا نهار ابيض يا جماعه. خلاص وبعدين البت زي القمر اهي، ما قعدتي تقولي عليها تخينه وعجله ووحشه. هو قال عليا كده يا طنط؟ ايوه قال كده. بس بغض النظر عن كل اللي انا قلته ده، يعني سيبك بقى من رجلها الاثنين شمال وان مناخيرها فاتحه واحده، مش تنفع للجواز. شايف يا طنط؟ بقول لك ايه؟ يا ريت تروح تشوف لنا حاجه نشربها انا وهي. ها؟ ماشي هشوف لك المتر. حاضر. لا ابنك ظابط. لا انت بنفسك. دي زحلقه يعني. طب هتشربي ايه يا سيادتك؟ انا سكر خفيف. شوف ريم بقى. هطلع احسن منك. اي حاجه على ذوقك. ماشي تغريب. لولا بيت بتلم فيه انا وانت قلبي. يلا بموت فيك انا. يا متر. قولي لي بقى. الواد ده عامل معاكي ايه؟ كويس. هحكي لك. عم عزيمه جاب العسل ده وبيقول انه عسل هايل، قال لي اديكي منه معلقه الصبح ومعلقه بالليل هتروقي وتسيبي وتبقي زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالهنا والشفا. عافاك الله وعافاه. اريدك الحين لما ارجع من عند الطبيب انا وعمك عبد الله تسوي لي شوربة خضار مثل اللي سويتيها لي أمس. بس كده؟ ده أنا من عينيا الاتنين. يسلمولي. جيبي لي ملابسي حتى نروح. حاضر. عيني. تلبسي العباية الحلوة دي؟ تسلمي حبيبتي. ألف سلامة عليكي يا ست أم جواد. شكرا على العسل يا أست عظيمة، ما كان له لازم. كله من خيرك وخير الشيخ عبد الله يا ست الناس. الله يعافيك. جاهز يا شيخ عبد الله حتى نروح؟ أنا جاهز يا حجة، يلا نمشي يا أست عظيمة. إذا تأخرنا عشي جواد يا توحة. السلام عليكم يا بنتي. عينيا يا حجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سرحان على طول كده؟ تكونش طبيت في الحب؟ بيني وبينك يا صلاح انا مش طبيته بس انا غرقان لي فشل. هلا وبالي بقى. هلا بتوحة. يلا حية. الست الحاجة يعني كانت قالت لي انها لو هتتأخر برا احضر لك العشاء. شنو؟ احضر لك العشاء. طب تحب احضر لك العشاء يعني بعد ما اخش استحمى ولا قبل ما استحمى؟ اصل الجو النهارده كان حر قوي ملهلب، وبعدين انا قلت يعني اخش الاول استحمى وبعدين احضر لك العشاء اذا تحب. لا خليها بعد. بعد بعد ال بعد الحمام يعني؟ ايه ايه بعد الحمام. طب ما قلت ليش تحب تاكل ايه؟ اي شيء من يدك زي العسل. خلاص خليها علي. أنا بقى هحضر لك العشاء اللي على مزاجي. وأنا نفسي أتعشى على مزاجك. ماشي يا سيكوي. البس قمصان نوم بكرانيش زي كرانيش مفرش السفره؟ لا يا عينيا ما يلزمنيش. يا 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 ست لونا بس انت مش فاهمه. اصل انا بصراحه هو انت فاكرني واحده زي اللي انت بتروح لهم في البيوت؟ لا يا عينيا ده لاميا لونا اشهر رقاصه في شرق الهرم. خلاص يا حكم. يا ست لونا خلاص حقك عليا. انا المره الجايه لما اجي لك هجيب لك طلبك لغايه عام. طلب ايه؟ ولا جايه ولا راحه وانتوا شايفيني ايه ان شاء الله؟ المره الجايه نسيني كمان تجيبي لي قمصان نوم بكم. حكم. يلا يا بنت وز دي واحده لسانها فلت وسطها زي. نعم يا الدلعات انت وهي في حاجه؟ لا يا ست لونا ابدا. بقول يعني ان بين الشاري والبيع يفتح لها. يفتح لها يا حبيبتي والباب يفوت جمل. وياك اشوف خليتك هنا تاني وفي المنطقه هنا تاني. بقولك ايه يا ست لونا،
والله العظيم انتقمت. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش تلبس قميص نوم بكرانيش. والله عندك حق، انت تلبسي كورنيشه واحده وتحطيها على دماغك. يا ريت يا حبيبتي والله، بس كان الله يسمح. انت فعلا فاضح في الطريق العام. يلا يا بنتي، يلا يا بنتي، ده بوليس الادب هيجي ياخدنا دلوقتي. اتفضلي اخرجي، خدي الباب وراكي في ايديك ويلا. بنتي اخوخه، خدي الباب وراكي. ولا خديه في ايدك. تحبي ناخد حاجه تانية؟ لا شكرا، مع السلامه. نسوان تسد النفس. يا نهار اسود ومنيل بستين نيله، ايه النسوان دي؟ قلت اقول لك إيه؟ ايه؟ انا عايز اخلع بس الجنون لا يسمح. انا ما شفتش كده خالص. ايه ده وز؟ ايه ده؟ خلاص بقى يا بيت، وفريدي جوزك ده عشان رايحين لزبونه تاني، لو شافتنا بالمنظر ده هتكروشنا. لا انت قلت زبونه واحده بس. ما احنا بصراحه كمان دخلنا عماره بالغلط، وانا اقول برضو ازاي الولية اللي اسمها تغريد تعرف الاشكال دي؟ بس طلع العنوان غلط. بصيت على العنوان المكتوب لقيت العماره بالغلط. الاشكال ولا الوان، انا خلاص تعبت، انا مش حمل بهدله يا اختي. وبعدين شفت المستسيب دي بتعمل ايه؟ دي كانت تمد ايدها علينا يا اختي. خلاص بقى، ما احنا برضك لازم نستحمل الزبون، وانا يعني لقيت غيرها وقلت لا. انا مش بشتغل معاكي يا وز، انا بساعدك وخلاص، وللصبر حدود بصراحه. وانا قلت حاجه يا اختي، ما انا عارف، بس يعني انا قلت يعني نتسلى مع بعض في المشاوير بدل ما كنت بطخ المشاوير دي كلها لوحدي. سلاوه ايه ده؟ ده تهذيب وقله ادب. وبعدين قولي لي، انا بلف معاكي من الصبح على رجليا ليه؟ جرايه بنت يا اخو، مش انت قلتي لي يا اختي عايزه اتسلى واشوف مصر ومش عايزه ارجع البلد؟ ادينا بنتسلى مع بعض يا اختي. ولا اختك ولا مستك. بص يا وز، انا بحبك، بس لاجل النبي ابعديني عن سكه الدلاله دي، انا خلاص ماليش طاقه استحمل الناس السوا دول. يا بت يا هب، انا الحق عليا اني بعلمك شغلانه تاكلي منها عيش بدل ما تتاكلي هنا في البلد. ما البلد ملياني شغل، يعني ما فيش غير سكه الدلاله دي. ادي على كتفك يا اختي، دوري لنا يا اختي على شغل. ما انت بتقولي مليان، ادينا بنتسلى في حاجه ناكل منها عيش، واللي نعرفه يا اختي احسن من اللي نعرفوش. طب لحد ما نلاقي شغل بقى نروح لناس بتلبس مش بتجلع، ماشي؟ عشان قلة الأدب دي. بتلبس مش بتجلع، والنبي يا بنت دي طلعتي دم خفيف. يلا يلا شدي عجلك. قلة الأدب دي. يا عمري توحى، توحى مش هالجمال هذا كله، والدلع هذا كله والدلال. لا 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 توحى، توحى ابغى اقول لك شيء. توحى توحى، تراني هايم بهالعيون والهان. توحى تكفين، حني على قلبي الهيمة. يا عمري على الوقفة يا قلبي، ايوه قلبي عليك التاع. والنبي ده انت نمرة. تعال ما اقول لك، تعالى يا ويلي ويلا خش.